هنا الطبقة، تعود حركة الأسواق في المدينة للانتعاش يوما تلو الآخر، وتزدحم بالناس والبضائع بعد أن مرت بحقبة من الخمول والسواد نالت من كافة مفاصل الحياة فيها، ولا زال ذاكرة سكانها تسعى للتحرر والخلاص منها. خضرة بشكل عام كله موجود، فواكه كله موجود، استيراد كله ماشي يوميا صباحا مساء في استيراد، خضرة كله موجودة الحمد لله، الحركة ممتازة، أسعار كمان ممتازة الحمد لله، والخضرة كله موجودة، وعم يجينا خضرة الحمد لله عن طريق الباب، عن طريق سلمية، الطريق من هون مفتوح الحمد لله، والطريق من هون من الباب مفتوح، الاستيراد بشكل يومي موجود كله صباحا مساء في تواصل بالخضار والفواكه، أسعار الحمد لله جيدة، والحركة الحمد لله، والأمان الحمد لله بشكل يومي أمان مستمر، الطريقة الأمنية الحمد لله كله تمام. حركة الأسواق في الطبقة لا تعرف السكينة، مثلها مثل نهر الفرات الذي يعبر المدينة وهو ينتفض على ضفافه. بضاعة مختلفة هنا وهناك، ألوانها مفعمة ببريق الحياة، تصرخ على سواد لون داعش وتختلط مع صخب السكان وهم يبتاعون ما يلزم نهارهم من حاجات. يشتكي السكان من الأسعار المرتفعة كما هي الحال في كثير من المناطق الأخرى. البضائع حاليا متوفرة أكثر بكثير من أول بالعهد السابق الحمد لله رب العالمين، ونرجو من التجار أن توفير البضائع أكثر، وأصحاب المحلات أيضا أن يتهادوا الأسعار للشعب أيضا، والمراغبين أيضا يراغبوا على المحلات الأسعار، عليهم أن يتراغبوا أسعار السلع أسعار يوميا، ما تزود بالأسعار أبدا للشعب المحتاج أيضا. تولى مجلس الطبقة المدني إدارة المدينة بعد أن تحررت. الحركة التجارية وعملية الإشراف على الأسواق وسيرها تقع على عاتقه من بين مهام أخرى كثيرة. إحنا الآن وضعنا في خطة عملنا في اللجنة الاقتصادية من خلال رصدنا لحالة السوق العامة، نقوم بشكل يومي بتفقد الأسعار والحاجة المواطنين، هناك إقبال من أصحاب رؤوس الأموال على الترخيص في غرفة التجارة من خلال افتتاح بعض المعامل بطاقات إنتاجية مقبولة، إضافة إلى معاصر الزيتون، علما أنه لا توجد أي اختناقات، الأسعار في حالة نزول نظرا لتوفر المواد بشكل كامل وعلى كافة المستويات. حاليا احنا حاطين خطة عملنا أنه ندعي كافة أصحاب رؤوس الأموال والخبرات للعودة إلى البلد وإقامة مشاريع بما يتناسب وطلبات المجتمع. الطبقة تحررت وهي الآن تنعم بالأمن والاستقرار. بدأت أسواقها تشهد حركة تجارية وهي تتطلع نحو غد أفضل، لعل ذلك يفتح الباب أمام النازحين من المدينة للعودة إلى ديارهم حين يجدون في أسواقها ما يحتاجون إليه وما يمنحهم القدرة على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى.